FM. الكلمة ليك شيخة موزة ما تقصرش، هي وقاعدة تقدم مواقفها، يعني تتقدم بالمرأة بالمجد، قاعدة تتقدم هي بالمرأة في قطر. إن المرأة اللي فاتت كنت في قطر على حكاية الطلاق ومطلاق وحاجات القضائية، لقيناهم عندهم فهمتني قانون إنه ينصف المرأة. جديد هذا. وي ينصف المرأة. تلعب في دور تقدمي بعيد على المجازات. تلعب في دور تقدمي بالعكس. ليه بالمجد؟ أنا نحترمها برشا المرأة هذيك، وأي مرأة تخدم بلادها وتخدم المرأة العربية هي راهو شابو لها. الكلمة ليك.